نشرح. إذا المسابقة الأولى معنا في هذه الحلقة هي خط الإنتاج. أي. خط الإنتاج. حتكون بعد الفاصل إن شاء الله. لكن بشرح لكم إياها بشكل إيش؟ المجد. بشكل سريع يا جماعة. تفضل. انتبهوا. انتبهوا. هذا اليوم عندنا 4 منافسات. الله. 4. حننفذ 3 فقط. أي. واحدة ما حننفذها. طبعًا كل فريق هيختار كرتونة والكرتون فيها مسابقة واحدة. تمام. الصندوق. تمام. في مسابقة واحدة، في واحدة ما حنلعبها. إذا 3 تحديات حيكون اليوم، 3 عشان اخوات في خط الانتاج. حقول لكم الآن التحديات كلها الأربعة باللي حنختارها واللي ما حنختارها. الأول اسم التحدي صورة ومعلومة. يلا هذا الأول. يلا هذا الأول. حلو. صورة ومعلومة. شمراني يركز معي، هذه محسومة أنا ومتحدث. تمام. التحدي الثاني. تمام. يلا نشرح الأولى صورة ومعلومة. حتطلع لنا صورة قدامنا. حلو. وحيكون 5 معلومات مكتوبة. حلو. يجاوبون عليها الجمهور في الهاشتاج. أيوة. المعلومات ناقصة ولا؟ المعلومات ناقصة. هذه لنا ولا للجمهور؟ يعني لكم. لنا. لكم. تمام. يقول أيوة. فأنت تقرأ المعلومة وتكمل الكلمة اللي فيها. أضرب مثال. كل معلومة يعني مثلا. تمام. الطماطم. أيوة. تطلع صورة الطماطم. حلو. تمام. اسمها بالانجليزي توميتو. توميتو. اللي بعده. حلو. معلومات. آه. معلومات معلومات. انت ايش اللي جاوب؟ تجاوب الاسرع ولا لا؟ لا كل فريق لحاله. طيب. مع سباق مع ما لك ابو. خلاص يا اخي لا تدف يا اخي، انت عشانك ماسك الموضوع كله عشان في المسابقه الثانيه. يا عمي بسيم. المسابقه الثانيه على الصامت. اسالك اكثر من كده. واحد في الفريق يلبس كمامه. نعم. تمام. والثاني قدامه وانا حاعطيه كلمات، 5 كلمات. حلو. 1 2 ابدا الوقت. الكلمة الأولى يحاول يشرحها، طبعا احنا مغطينه بالكمامة عشان ما يبرطم. عرفها اللي قدامه. اللي بعده. اللي بعده. اللي بعده. كل كلمة ب20. كل فريق عنده المسابقة. حلو. كل كلمة يعرفها ب20، واللي قبلها كل معلومة ب20. طيب يا ليت يوفرون 3 كمامات. تمام. لا 6. الثالثة يا جماعة. لا 3. انتاج اليوم. انتاج اليوم. حاعطيكم انتاج اليوم، حاعطيكم 10 منتجات. اي سلام. كل منتج تحته قيمه، القيمه انتوا ايش؟ ما نعرف. ما تعرفوا. من اللي يعرفها؟ الله. الجمهور. بعد الله. الله. بعد الله. الجمهور. الجمهور. يعني انا سيبت تركتك كم يوم قال لي ايمان زاد. لا معلومه. طب برنامج ثاني يا عم. ما غيرش والله. الله سبحان الله. اعترض بقى اعترض. فطره. نعم. الفطره. الفطره بس نشع على العقيده. معنا في رمضان بس تحددت الفطره. معلومات. المعلومات انتم ما تعرفوها، اللي يعرفها الجمهور مكشوفه له. تمام. ماشي. بعدين حنغطي المعلومات ونشوف. تعال يا شمراني. نعم. تمام. بعدين راح نطلع لكم المنتجات. كل فريق حيختار كم منتج؟ 10. الفريق الواحد يختار 5 منتجات. 5. حلو. جميل. كل فريق يطلع له يختار 5 منتجات. حلو. جميل. تعبت. يلا صلى اكمل عليك. بس يمكمل كم. كل منتج بعد. كل منتج بعدين يطلع له الشرح. يا اخي لطل عد الشرح يا اخوي، والله ترى ما عندنا شغل بهم. طيب خط الانتاج. حتطلع منتجات كثيره. اي. خلف كل منتج قيمه. حلو. الجمهور يعرف القيم، نحن ما نعرفها. بعد كذا كل فريق حيحتاج. تمام. حيختار 5. ماشي. الفريق اللي طلعت له المنتجات كلها حيختار ايش؟ 5 منها. حلو. حلو. كل منتج وراه سؤال، حيجاوب حياخذ المنتج. احنا نجاوب. جاوبت على السؤال مثلا المنتج بطيخ، جاوبت حتاخذ القيمه اللي خلف البطيخ. ممكن يكون زائد 20 زائد 30، ممكن يكون سالب 20 سالب. ففي مفاجآت خلف ايش؟ خلف المنتج. يعني في جحفل البطيخ حرام يطلع وراه سالب. تمام. صحيح. والله لذيذ. المسابقه الرابعه يا شباب. يا شباب اللي هي قسم الكلمه. قسم الكلمه. في كلمه. ايه. تمام. يا أخي. عندنا سبوره. ايه. تمام. سبوره كذا وفيها كلمات. المسابقه اسمها اعاده تدوير. الكلمه الواحده. حلو. تمام. كلمه مكتوبه كذا حتطلع منها كلمتين من حروف هذه الكلمه اللي مكتوبه. تطلع كلمتين. كلمتين لها معنى، مو كلمتين على الفاضي كذا. يعني مثلا اعطيك مثال. وليد مثلا ولد ويلو.
تمام يد او تمام يد. مثل يعني تنقص بس ما تزيد حروف. ايه تسلم. كل كلمه تسلم تقدر تجيبها فهي بعشره قيمتها عشرة. طيب لازم بنفس الترتيب اللي موجود في الكلمه ولا لا؟ براحتك 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 مو مشكله الترتيب مو مشكله. عرفها طبعا نحن نشرح بهذه الطريقه يا جماعه لاننا اول مره حنلعبها فحابين ان الجميع يعرف، واكيد مع اللعب حتتعرفوا عليها اكثر واكثر. جاهزين يا شباب؟ جاهزين. احنا حنروح ان شاء الله للفاصل تمام، لكن قبل ما نروح للفاصل شكرا من القلب بيض الله وجهك، نورتنا اليوم حمد وسيم. زرنا يوميا ترانا هنا في المصر.